هاي الفعالية بتأتي ضمن احتفالات بمناسبة مرور 60 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكوريا الجنوبية. الحقيقة في تعاون كبير بين الدولتين، وفي مقدمة هذا التعاون تأتي رياضة التايكواندو، كون كوريا الجنوبية هي مهد رياضة التايكواندو، هي الرياضة الأولى في كوريا، والتايكواندو الأردنية الآن حقيقة تأتي في مقدمة الدول على مستوى العالم. هذه الفعالية أتت لإبراز العروض التايكواندو والمستوى اللي وصلته المراكز والأندية الأردنية، أنها قدرت تقدم عروض بتجاري العروض التي تقدم فيها على مستوى العالم. أنا في الكوتش اللي كان مسؤول عن الفريق اللي هو كوتش أحمد زامل، هو الآن مسافر ببلغاريا بطولة العالم، إن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا الأردني مشارك بطولة العالم. بس الحمد لله اليوم حاولنا قد ما بنقدر إنه نقدم عرض حلو يمثلنا شوي، والحمد لله كانت أمور كويسة، طلاب ما قصروا الحمد لله رب العالمين. فترة العروض شوية بصف تحضيراتها كثير أصعب، بندخل فيها لاعبين باليه وكذا عشان إنه الأمور تصير أحسن. ومنتخبنا الأردني تايكواندو يعني بالقتال ما شاء الله إشي إنجازاتنا بتحكي إن شاء الله. ما يميز التايكواندو الأردنية هو الانتشار الكبير فيها، هناك أكثر من 160 مركز منتشرين في كل محافظات المملكة، وكل سنة عندنا في حوالي 40,000 لاعب ولاعبة بنتسبوا لأحد هذه المراكز. اللي ساعد هاي التايكواندو أيضا هو الإنجازات اللي تحققت، ساهمت في انتشار اللعبة ورغبة أولياء الأمور والأهالي واللاعبين أنهم يشركوا أبنائهم في هذه الرياضة حتى يقدروا أنهم يحققوا هاي الإنجازات.일단은 저는 여기 요르단을 처음 왔는데 이렇게 반응이 좋을지를 상상도 못했거든요. 네, 그래가지고 이제 공연하면서 되게 이제 저조차도 이제 되게 재밌었고 좀 더 감정에 북받쳤던 것 같습니다. 요르단 국민들이 이제 태권도와 케이팝을 좋아한다고 해서 저희가 이제 준비하면서 태권 퍼포먼스와 이제 케이팝 퍼포먼스를 좀 더 다양하게 준비했던 것 같습니다. 제가 지금 저도 아이들을 가르치는 입장으로서 뭐 크게 지금부터 잘하라고는 하지 않고 조금 더 지금 태권도를 하면서 즐기고 앞으로 그 즐기는 감정이 조금 더 연습을 통해 수련을 통해서 저희와 같은 이제 공연도 하고 이렇게 관객 무대 앞에도 이제 서봤으면은 좀 좋겠다는 감정이 듭니다.